انا الحقيقه كان يهمني قوي ان انا اتكلم في التعليم، بس اكتر حاجه همتني الصحه، لان التعليم في ناس كتير قوي اتكلموا عليه، وكنت عايزه اعرف ايه اللي هيضمن لنا في الدستور، ايه اللي هيضمن لنا في الدستور ان الصحه يكون فيها اهتمام غير عادي ويكون كبير جدا، لان في امراض مزمنه ما فيش حد بيقدر يتعالج منها غير حتى اللي متأمن عليهم، مش ما حدش بيقدر يتعالج من الأمراض دي ولا عملياتها ولا أدويتها. والمشكلة الأكبر كمان إن في التأمين الصحي بيبقى متأمن على العاملين فقط، لكن الناس اللي ما عندهاش شغل وما عندهاش عمل وناس غلابة وما حلتهاش، ما فيش أي تأمين عليهم حتى صحي خالص، لا أمراض مزمنة ولا غيره. كمان كنت بتكلم على الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لما يقول لي إن الحد الأدنى 1200 جنيه، دلوقتي في كل الغلا اللي إحنا فيه دون 1200 جنيه يفتحوا بيت مين؟ مين عنده أطفال في مدارس وعايزة تاكل تفطر كويس ويبقى فيه غذاء كويس وتروح مدرسة وتركز ودروس وغير الدروس كتب مثلا، مين يكفي 1200 جنيه في الحاجات الغالية دي؟ بلاش دون الحد الأقصى، ليه هم مش قادرين يعملوا حد أقصى للي موجودين في القطاع الخاص أو القطاع العام؟ في مشكلة كبيرة في القطاع الخاص وعاملين عليها مشاكل كبيرة ومش قادرين يحددوها. طب القطاع العام ناس بتاخد بالملايين، الملايين دي لو قلت شوية واتفرقت على الباقي هيبقى الحد الأدنى أعلى من كده. فده اللي انا كنت احب ان انا اتكلم فيه، يمكن باختصار شويه، لكن احب ان الناس تتكلم فيه اكتر من كده بكتير يعني. شكرا.